عليكم جميعا. احنا الان في حرم السيدة رقية، اليوم الثلاثاء 22/9/2020، وهذا المواكب بتبتدي بعد شوية. الليلة ليلة وفاة السيدة رقية، اول ما تدخل يبدونك بالماي ويعطونك كيس حق عائلتك. الحمد لله كل الأمور طيبة وحلوة وزينة وأمن وأمان من أفضل ما يكون. وهاي خاشين على السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك أيتها الطفلة المظلومة، السلام عليك أيتها الشهيدة، السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك وعلى أبيك وعمتك زينب صلوات الله وسلامه عليها. اليوم المواكب، اليوم هنا الله يجيبكم يا زوار، وإن شاء الله ما ننساكم من صالح دعانا. اليوم نحيي وفاة السيدة رقية، هذه الطفلة المظلومة في ضريحها، هذا أبو أحمد ذو الفقار. مأجورين مأجورين، أجركم الله مأجورين، وإن شاء الله ما ننساكم صالح دعانا يا مؤمنين. الأمور تعالوا، الأمور كل الزينة الحمد لله. أبو أحمد ذو الفقار مملكة البحرين، في الأربعين زيارة إن شاء الله، في زيارة في الأربعين موجود، وحياكم حياكم يا جماعة من أفضل ما يكون. نسألكم الدعاء في أمان الله.